راح احكي وش يصير خلي يصير. الزيارة الأربعينية مليانة فضايح وسوالف توجع القلب، بس قلب من؟ قلب المبغض لو قلب الخادم؟ يعني من تروح ما تشوف لك أي بنية سافرة كلهن محجبات، من تروح تشوف كل الزوار يصلون وحتى اللي كان تاركها يعتبر الزيارة باب رجوع لله، من تروح تشوف كل الناس خدام البعض، لا شيخ عشيرة لا عامل نظافة لا دكتور، كل الناس خدام وماكو سيد إلا الحسين، من تروح تشوف أكو تنظيم ونظافة وترتيب وفرخ تطوعية والمواكب مليانة وعي ودايرة بالها على الشارع، من تروح تشوف الفقير نفسه اللي أنت تقول ما تطوف فلوس المواكب هو نفس اللي يخدم، ومن تجي تريد تنطي فلوس وتقول له عوف الخدمة هو اللي ما يقبل. انت تدري اكو شيء بالزيارة اسمه الصلاة الممتدة وهي اطول صلاة جماعة بالعالم وتصير بامامة فضلاء الحوزة العلمية، وهاي الصلاة صار لها 12 سنة على التوالي بكل 17 من شهر صفر، بحيث سنة من السنوات امتدت هاي الصلاة من عمود واحد الى عمود 1150 على طريق كربلاء والنجف بامامة 650 امام. تدري على طول طريق الزيارة اكو ما يقارب 4000 مبلغ ومبلغة يوضحوا لك اي حكم شرعي اي مشكلة عندك، يعلموك الصلاة احكامها كيفية قراءة سورة الفاتحة وهم الممنونين. اكيد ما تدري وباقي على هالكم فيديو المبغض اللي اما يصير بسبب اخطاء فردية من بين كل هاي الملايين او اشخاص مندسين حتى هم يسوون هاي الفيديوهات. ليش شنو الصعوبة بي من هسه اروح افبرك لفيديو بين الزوار واصور لي شيء سلبي وانشره؟ والمشكلة اللي يتمنى هاي الفيديوهات وينشرها رأسا ويصدقها هو اما يكون انسان مبغض وحاقد او انسان اهبل اصلا ما رايح لزيارة وما يعرف شنو صاير بس يسمع وينقل. لذلك يا روحي يا زائر الحسين لا تخلي هاي الرحلة العبادية رحلة عابرة، دير بالك استثمر وجودك بالزيارة بذكر الله بالقراءة، وأي سؤال يواجهك وأي مشكلة حاول تروح لذول المبلغين الموجودين على طول الطريق حتى يحلها إلك وتبدي خطوة جديدة، وخلي تصير هاي الزيارة انتقالة بحياتك للقرب الحقيقي من الله سبحانه وتعالى. أكيد الكاخر لقد مني ركض مغازيك لقد مني هلا بيك هلا بيك حسين يعيننا وياك الله يوفقك ان شاء الله تعالوا هلا بيك لا تنوموني لا تمشوني لا تنوموني هلا بيك.